ايه بقى؟ نيفا ما حصلتش. انا غاوي نيفا ولفيت مصر في نيفا القاهرة ما اكلتش نيفا زي النيفا عند الديك طعمها مختلف عن اي حد تاني، لان 85 سنة وهما بيبدأوا في الموضوع دون. النيفا عندهم متقطعة بطريقة جميلة جدا، وبعد كده الطعم بتاعها حكاية وخرافة. الديك كبابج الفنانين، كل الفنانين من عبد الحليم لعبد الوهاب لعادل امام لفريد شوقي للمهندس، كلهم جم كلوا عنده عشان خاطر هو معروف بالطعم بتاعه. كل الكبابجية اللي في السيدة زينب كانوا تلاميذه، وكلهم فتحوا محلات وبقوا اساطير عشان خاطر الديك هو سبب شهرتهم. كل حاجة عنده طعمها مختلف، من اول الكباب والكفتة اللي هو مميز بيهم، لغاية السجق اللي هو بيعمله بطريقة غير طبيعية، والحمام. بصراحة طعم الحمام عنده مختلف، الفرد الواحد 8.55 جنيه، وعنده الكباب والريش ب320، والكباب الضاني ب300 جنيه. شوفوا السجق وجماله وحلاوته، غير طبيعي. الكيلو بتاعه ب150 جنيه، حاجة كده اختراع هتاكلوها من عنده. اديك علامة من علامات زين العابدين، لان كل حاجة عنده جميلة. شوفوا منظر كده النيفة وهي مرصوصة، وجنبيها ايه؟ الحمام. يا جمال الحمام، حلاوة الحمامة دي هتطير في بقي. انا بصراحة قلت كده جرب الحمام، وخلي بالكم انا اول مرة في حياتي اكل حمام، ما كنتش باكله قبل كده، فقلت ايه ده، ايه اللي طلع لي ده من قلب دماغها دي؟ فقلت اجرب كده واقول بسم الله، وجات لي الرعشة اللي انتوا عارفينها، مع تركيزة شوية كده خفيفة وسرحان. كل الشكر للأستاذ مصطفى، كل الشكر للأستاذ احمد الديك، اهل السيدة زينب حبايبنا، واجدع ناس زين العابدين والمذبح.